إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فضلا. من أواخر سورة مريم وأول سورة طه، وسورة مريم التي تتعلق بالسيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، الذي قال فيه القائل: عجبا للمسيح بين النصارى حيث قالوا أن الإله أبوه، ثم جاءوا بأعجب من ذا حيث قالوا إنهم صلبوه. وليتني أدري ساعة الصلب أين كان أبوه، حينما ترك ابنه رهينا للأعادي أتراه أرضوه أم أقربوه. وكان سيدنا الإمام علي بن أبي طالب إذا رفع يده إلى السماء فيقول: اللهم إني أسألك بحق كاف ها يا عين صاد، وأسألك بحق ح ميم عين سين قاف. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم، تقدم فضيلة الشيخ السيد الغفاري القارئ بالإذاعة والتلفزيون وأسرته وإخوته وأهل هذه البلدة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. منذ لحظات قليلة حضر علم عن أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ حسن برعي القارئ والمقيم بالقباء بالصورة تكنس. نعيش الآن، أما التلاوة فكانت العلم القرآني الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أحمد حامد السلكاوي القارئ والمقيم بسلك مركز المنصورة. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا لنعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي أبو المعاطي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بصدقة قهرية. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق لي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم لله.
وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله وإن يشرك به فالحكم لله وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير ذلك بأنه
الحكم لله العلي وما يتذكر إلا من ينيب فدا Yeah.
لمن الملك لا صدق الله.